يا ولد لا ينضج ذا من جد. انا بطبخ لنفسي الحين بعدين بصرمهم انا. لا لا خله خله اربع اربع. والله لا اطعنك والله جيب السكين. تركي. طيب قل له الله. يا ولد عشان ما ينضج ذا يا ولد. لا اله الا الله هذا ما خلاني عجل. ولد يا حياتي حرك بالشوكه. طيب هناك رح. تحرك من الملاس؟ شوف. هذا يقول دحم كسر 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 كسر. ما في كسر. إيه انا احرك يا ولد لا يضل. لا تو الحين طاف كسر كسر كسر. واحد شاد حيله شوف. اصلا خلصت جبالي. عود وراك ما انا جايب لك عود وراك. اخذنا لك ايش؟ عود وراك عود وراك. اربعة ثلاث. لا ثنتين ثنتين. اربعة ثلاث. ايش اربعة ثلاث؟ انا في واحد او في اثنتين. اثنتين. استغفر الله. كنت تفحط ما قلت شيء. والله تنحيط ما يجوز يلا طرات. لا 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 الله يا يا رب تنكسر يا رب تنكسر. متجمد متجمد. حط الدوم حط لازم تحطه داخل الموي. لا لا جيب كيف يا اخي يا اخي يا عيال انتم تقولوا انا بنزين اربع ها حط حط كله خلاص خلاص اربع اربع بس بيجي الحين حتى محمد يساكن معك. حتى بابا بيخلي الكنترول سخن سخن عنده فهمت. وين تسخين في النسخة ذي اللي ما عندهم الا اندومي شو نسوي محتوى انا اكبر محتوى لو يمنعونه خلاص والله لو تجيبوا لي ذاك الحاش يطبخ اهلكم حاش ولا امه لكني الزيت 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 وينه؟ جلال الجن جلال الجن قهرتك صاحي ابو سراج ابو سراج يلا 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 قهرتك 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 جمد برد انقهرت صح؟ يو شطفت راسي لا 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 واجد يا ولد بس بس خلا 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 لا لا بدون شوكه بدون يا اخي يا عيال ليش ذربين لهالدرجه شوكه ما نضج ما اعطينا شيء يا ما توفر اي شيء حط ما حط ما صب المهله صبه والله انها شاطفه راسي والله والله لا ضبط لا ضبط جدك السابع تعال لا 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 رطور اليوم تنتهي صلاحيتك خلاص خلصنا ولا يا ربي شوف هيط علينا شرب السعد خمسة واحد واحد عشان تصميم ابي شرب السعد يا ويلي ويلو اسامة عادي يطعنك مزح مزح يصدمك بالسيارة مزح انا في انا في وجه الرجل ذولا شو والله بس عادي ما يجيني شيء عادي عادي كم عليك كم عليك يا عادي عادي شوف بطل 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 انا كاتب مرجل ما عندي والله العظيم اني اجي والله ليش سوى 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 مرجل ما عندي يا ولد بعد وجه بعد وجه بعد وجه ابقى بعد وجه دم القبض طلب 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 خلاص تمام تمام وين وين وقفت وين وين في وجهك اخرب اخربها اخربها الكاميرا هذه علينا واخرب وريك والله خليك والله بروح والله اني فيك يا نايف ايش تبيها كذا؟ ايش اللي عرف العيال انكم تاخذون من الاندومي حقي؟ انا ما اخذت منها لكيسه واحده فجاه الاندومي والله اجعل هذا بالكسر يا الله يا كريم يا اخوي انقلع انقلع احنا ناكل ناشف سلم عليك اخربت سلمت سلمت ترى بخليك ايش؟ اقول الاندومي زين خربت يا محمد والله ما خربت معزه احنا ناكل ناشف لا صدق حطمه ناشف واجد لا 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 حطمه والله ما اشتغل انا 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 ما اساعدك بالله يا محمد انا انا اخذ لك ملعقه ملعقه ثانيه تعاوني ايش انا يلا يلا وين وخر وخر والله خاشرك فك لا تخاشرني يا اخوي دقيقه بس وخر يلا طفي يا اخرب الشغل انا طفي يا داري انا ضبطه والله ضبط الوزير يا داري ما تبغون لي الخير صاير عصبي انا بديت ما وانتم جايين من هناك اللي يحط طف ما يحط ما واللي طه اندومي مو فيل يا عيال يا عيال يا عيال نبنت وزع لو سمحتوا مو هو بدون يلا كله كلنا كلنا اكثر ها يلا يلا كيف اسمه عجين راح عجين طيب ها خلاص انا انا باكل هو بس لا لا والله راح عجين لا احسن شيء مع المويه هذه المويه زين ناشف كيف تلفل الكاميرا والله مع والله مع والله خر خربت الشغله يا ولد وسراج والله انك دمار اذا ما تعرف احنا موجودين الحين الاول نجح والثاني ما نجح
اللي يذمون الحين العشاء يفرون يفرون البيده واللي بخشمه ياكل واللي اخر اخر ريقه لا قد حطها على راسه الله يقطع يا حبيبي انا ما راح ادخل داخل بسرعه شرح اول نص قام يتكلم ايش تبي السعر لا 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 وين انا اللي انا اللي جايبه والله والله اللوكيشنات ابو عاملني انا قايل وانا على المسمى وانا على المسمى قلنا شيء طيب والله ناكل كلنا لا هذا ايش زعلت حتى في بطني هنا شوف يقول تنزل الكوزين والله شو حاط وش في صدره شوف حتى بخذها شوف اعوذ بالله ولا بجيك بصراحه يا ولد انت انت في قناه انت في قناه محافظه يا ولد انت في قناه محافظه اتعب ليه اسبانش حق اللي جاوبها ايش اسبانش مكتوب عبد الله لوكيشن والله والله انا مكتوب 4 5 لا 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 حسن لا اجيب سوبر ثاني لا اجيب سوبر ثاني لا 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 خفف ما في برمه بيجي وقع عيش راح اجيب لك 100 وارجع لا انا بعد 100 وارجع انا جاهز الحونه والباقي يدبروه سوي تسوي شو اسمه سلندر مان صدق ما عرفت اليوم دخلت سلندر مان لا سلندر مان انت هيبه مان كبره هيبه انا هيبه ادري لا هيبه لا 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 هيبه لا يا شبك بوش تبه الله يلا بدات عمرك عمرك 30 سنه طلع الحين يطلع لك عنقز الحين العنقز فيك انت ولا شنو؟ بس العقل طلع لك يقول لا والله صدق والله تو جاك عقل ليه كذا زين طيب تو طلع عقل لك طقم هذا يعني انت والله انت الله يعني انت راضي عن نفسك انا راضي جدا الحمد لله راضي جدا يعني؟ جدا راضي الحمد لله انا لابس يعني لابس ما لابس غير والله بس يعني انا ما لابس شيء يعني انت تقول ها؟ طيب انت لابس سروال بدون ما تلبس شيء ليش داش اي ولد؟ الله يسلمك يلا الله يسلمك ما شاء الله ايدك كبير اوكي اسبانش ايدك كبير اسبانش موي يلا بس يلا يلا يا ولد شق يا عامر محمد عويسي تعال بيك ابيك ابيك موضوع حازم ابيك موضوع حازم تعال كانك حبه خام من بعيد تعال أباك أباك وأتمنى لقاء أغار عليك لو من والديك شيك 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 يا أخي عذبني الدولاب شيك 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 شاري شيك أمس أمسي لها هاي طلق على روحه هذا أمس 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 ضارح قصر دقيقة قناة الواقع دقيقة قبل الناس ما عندك إلا بلوفر هذا من بزنس وان لي الآن خلاص 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 أربع لوكيشنات جالس هنا لي تري لي تري لي أنت في 20 متساوي يلا لا بس لا بس صح صح كلامك صحيح 20 لوكيشن جينا قعدنا هذي صار أخضر صح كلامه صح سدبوز سدبوز سدبوزك يا بس يا 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 سوفيا بويكا فهمت انه ملاكم يضرب طوف لا 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 صدق لا صدق لا كوميديا كوميديا كوميدي ودرج فهمتها الله يسلمك ما حد درابك حزي ولا حزي عمد عويسي يا غالي والله مو مرق والله ندومي مو مرق عامر منير والله ندومي يا ولد لا ما جاب عشان الطبخ عشان الكاميرا هذه لفت عان عان اباظه الله يسامحك اسود يا ولد يا ماجد يا معاذ 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 بيعطيك بيعطيك طيب بيعطيك يا رب والله بيعطيك والله والله تاخذ اخر واحد حلف والله حقك حقك عادي انت اللي طابخ بيض الله وجهك ايه ترى شوي لا جماعه ترى المطبخ مو ميز ولا نقدر نسولف بس سولف سولف انت عندك ماي ترى هاك ليه لا في نحط لك ماي ابغى احرك يلا يجي هذا لك يا ابو ليش كذا يعني لا والله اخر شيء ما لي شيء والله ما ادري غرفه صغيره انا لي شيء كذا شو كانك ادولك تعال كانك مخرج تعال كانك مخرج مسلسل لا 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 مو كذا سامي لو سامي لو زياده شوي اخر الله يبيض خلنا ناكل منك هذه كفي وقتي بيض الله وجهك بيض الله وجهك اربع عربنا عين احد جايين عبود وين عبود عبود جاهز
مفصله من سنيدي هو عشان من العايش يعني انت شكلك احطك هنا يا عم كله مخابي زي كذا وقفل عليك والله كله مخابي فهمت كله مخبه فهمت سوي كمين انت كانك عاكس انوار لا لا هذا قول ليش هذا ليش هذا اوكي هذا عشان ما شفت البوك ما يحتاج بوك هذا يحط بطاقته هنا الطاقة الثانية لا ليش تضحك ليش تضحك الثالثة هنا فلوسه هناك شو السالفة والله مو يدري يضحك من اذنك ولا يضحك من يضحك الله يرحمه ويزيدك اسمع كلك امس امس عندي سالفة امس امس عندك سالفة يوم خلصت فقرتي مع مقاتل ايوه الو حلو واخذ تليفون ارفع 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 صوتك ارفع في رجال قاعد مجلس رجال محفوظ محفوظ مجلس رجال فوق ذي هدر مجلس رجال في مطبخ ايه هدا هي ما في شيء مطبخ في شيء شرواك 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 زين شرواك الطيب خلنا نسولف ولا قبل مشينا يلا سلام يلا اتك على وجه احمد لا يلا 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 بسم الله امس فخرت مع مقاتل دقيقه دقيقه روح البس انا عندي ما اسولف خلاص يلا خلاص خلاص قاعد عاد انت تكلم خلنا نتكلم خلنا نتكلم خلنا نتكلم يلا 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 لابس اسمه برا يا ابيض واسود يا قديم هدي يا بويكا خلاص ايدك لافه وبوكسنج اوكي خلاص قاعد يا امبراطور شيل الملاكم حقك هذا مسوي لنا ملاكم ابو اندومي زين اخذت تليفون الو اخذت تليفون سمم في بطن العدو انا قلت شخصين ما حددت لك ابو كاظم قلت شخصين ابي عواسه في جمهور ايش قالوا كل مشروك كل مشروك مبروك ابو اجي السنه ولا على راسه بطحه حساس عليها هل انا اقصده والله عيب ما اقصده عيب والله عيب انا ذكرت اسم انت تقصد من شخصي من همزه يعني يمكن انا اكون يمكن انت يمكن اقصد نفسي انا يمكن اقصد هذا يمكن أقصد. يعني يمكن تقصدني ما تدري انت لا انت لا محشوم لا انت محشوم حشوية انت محشوم لا احمد لا والله محشوم منهم لا انت محشوم غصب عنك مو لا اقدر اقول لك لا ما تبحث عشان اكيد لا اكيد لا لا اكيد لا لا ما في شيء خلاص لا غصب عنك مو مو شيء مو طيب منك لا غصب لا طيب مني هذه لا مو طيب انا لما احشمك واقول لك طيب مني والله العظيم انه غصب مو غصب والله غصب شفت لا ترضى احترامك لانك, لأنك تخاف خواف جبان لانك تخاف مني تاب مني مني تاب مني تابا لانك مني 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 يلا 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 تقول لك انك يا طول وجهه يا كوميديا يا راس درويش يا شنو يا شنو ها ايش انا يا طول وجهه وجهنا عندنا شام طوالي مو مثل وجهك ذا كبره ايه اي اوكي طيب بس مو هالطول اسمع اسمع تقلب بهمبل شو شنو مو يعني الواحد شو زين ها فتحسس وانس اوكي فخلي الجمهور يعني على جنب جمهور الواقع بشكل عام انتفض عليهم قام قومه اسد الله كيف في وخي واكتموهم في زئير نعم 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 يزئرون مش زئير اوكي على من هذا واحد قاموا على من ها قاموا على من قاموا على الجمهور الشخصين هذولا زين بس عندي سؤال تفضل عادي انت تعرف غلطك وتعرف كل شيء اسلم صح ولا اي نعم وتعرف المي اخر ما بشك انت لو محدد افضل انك تحدد ولا افضل دقيقه شخصين دقيقه 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 عايز زايد دقيقه عشان لما يكشفون عن راسهم يتضحون عند الجمهور ولا اوكي زي. انت لازم تلعب اللعبه صح اوكي انت لا يعني لحظه لحظه شوي احمد قصدك احمد 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 قصدك ابو محسن ابو محسن بعلمك انت شفت البغل امس اي شفته كذاب امس حاط لك الكاميرا ابو كاتم تلاقي الطاوله ايش كذاب شفته يعني اي شفته ايش كذاب زين اسمعني يعني لو مثلا اسبوع الحين صارت كل حد يقوله الا اللي عارف نفسه واللي عارفه متسابق. ما أنا صدمني معاد دخل عند كبش الروم. ليش دخل معاه؟ عشان سبق. يقول عايد إنه كان يقصدني. عايد؟ هو داخل أنا شفت الداخل أنا كنت أسجل. شفت. بس شفت الداخل. جيت تكلمت تحت البث. قلت ليش تروح تتكلم تقول عايد كان يقصدني؟ والله إني جيت تحت البث نادى الحين وشوف شو يقول لك. زين أوكي. راح. بعد أسبوع. وراح. بعد أسبوع. بعد 90 يوم راح أرفع قضية على شخص قال إني أنا مو متربي. عنك انت؟ قال عني انا وعلى كذا شخص، قال ان عايد الزايد ومعه كذا شخص مو متربين، راح ارفع عليهم قضيه بعد 90 يوم. عشان ابين لان انا مؤدب ومحترم ومتربي ما ارد عليه بالاسلوب اللي رد عليه فيه، فارفع عليه قضيه. زين اسمعني. خل العدل ياخذ مجراه. اوكي. لو بعد اسبوع
او اسبوعين قول اروح تهاوش اتكلم انا خلاص خبرت قبل يوم خلاص سكر الموضوع اسمعني بعد اسبوعين يوكو قالوا لك منهم الشخصين بتعلن عنهم لا اذا فرضا انهم ما عرفوا انا مثل غيري ها مثل غيري انا كيف غيري ما ذكر اسم من قصد غيري عندك معاذ عندك خالد السهلي عندك محمد ناصر ما اذكر اشخاص ليش اذكر اشخاص خلاص انا دم انا اللي بصحيكم الاثنين طيب عندي يلا تقوم انت اذا قمت معي ما نختلف ايه حط يدك عشان اكسره معك شوكه اللي يلبس يكشف يوم جمعه بس خلاص يا خلاص فلا فلا هالقرقاع لا قله حياه تشله في يدك كذا